هاي، احنا النهارده جايين علشان نعرفكم يعني ايه جوده وليه الجوده مهمه ليكم كطلاب. خلينا نبدا الاول يعني ايه جوده وبعدين اقول لكم اهميتها. جوده التعليم هي مجموعه معايير بتلتزم بيها اي مؤسسه تعليميه علشان تخرج طالب على اعلى مستوى من النمو العقلي والنفسي والاجتماعي والخلقي. يعني وانت بتدور على كليه تناسبك مهم قوي تعرف هل الكليه دي معتمده من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد ولا لا، لان ده بيضمن لك بعد كده مستوى تعليمي متميز علشان يأهلك تنافس في سوق العمل بقوه، أعضاء هيئة التدريس على أعلى مستوى، فرص تدريب في الفيلد، وكمان فرص للمساهمة في تنمية المجتمع. استنونا في فيديو ثاني علشان نعرفكم أكتر عن الجودة.